قال ظريف إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد يقوض القواعد الدولية، مضيفا أن خطوات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الأخرى ينتهك النظام الدولي الحالي بشكل خطير. إن الولايات المتحدة تحرق القانون الدولي وتسعى لمعاقبة الدول التي تلتزم بالقانون، وهذه الطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على النظام العالمي، ويعرض جميع جيراننا وكذلك الدول الأوروبية الآن بالإجماع تصرفات الولايات المتحدة بفرض العقوبات. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني واستئناف العقوبات ضد إيران في مايو الماضي، في حين أعلنت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في سبتمبر الماضي أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانا قانونيا للالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ومواصلة المعاملات التجارية القانونية معها. وعلاوة على ذلك، دعا مسؤولو الحكومة الألمانية إلى إنشاء نظام مالي جديد مستقل عن الولايات المتحدة ومحاولة تسوية تجارة النفط باليورو.